وللمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا هاتفيا الدكتور نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتورة نهى، أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. في البداية نتحدث طبعا عن الجهود المصرية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، ولكن يعني أحب أبدأ مع حضرتك الحوار بيعني الكلمات التي جاءت على لسان السيد سامح شكري وزير الخارجية، حيث يعني أدانت مصر بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعني خلال بيان مصر أمام الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في جامبيا. تفضل يا دكتور. كلمة السيد سامح شكري هي استمرار للجهود المصرية لتعرية الوضع أمام العالم جميعا، يعني لإظهار مدى فداحة ما يحدث لغزة وأهل غزة، وذلك واستكمال للجهد الذي يعني تقوم به مصر. وأنا ما أحبش أن أحصر الجهد ده الحقيقة في بعد 7 أكتوبر، بس لأنه مصر تحمل على كاهلها القضية الفلسطينية، وكان لها أدوار مختلفة في محاولة إيجاد حل الدولتين على الأرض، أو في محاولة التقارب بين الأشقاء الفلسطينيين وبين الفصائل الفلسطينية حتى يكون هناك موقف موحد في مواجهة الجانب الإسرائيلي. من بعد 7 أكتوبر احنا شفنا جهود الدبلوماسية الحقيقة الرسمية، وأيضا شفنا الجهود الدبلوماسية الغير رسمية، يعني شفنا الدولة المصرية بتعقد المؤتمرات في القاهرة، بتقوم بزيارات مسبوقية من أجل إيقاف أو على الأقل الحصول على هدنة. شفنا إزاي إننا بنحاول نكشف للمجتمع الدولي عن طريق الأمم المتحدة وغيرها، لكن أيضا علينا أن لا نغفل أن كان هناك أيضا دورا كبير للمجتمع المدني في محاولة المساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية التي تقوم بتقديمها الدولة المصرية، أو المشاركة فيها عن طريق التبرع سواء بالوقت أو بالمال أو بالمواد الغذائية. كمان شفنا الحياة إزاي المجتمع المدني بيحاول المتحدثين من أن هم يوثقوا الجرائم اللي بتحصل لأهل غزة. الجهود المصرية هي جهود إنسانية وجهود دبلوماسية وجهود على مستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى يعني الثنائي. مصر يعني تعمل بشدة من أجل وشفت الورقة المصرية الأخيرة اللي بيتم التفاوض عليها الحقيقة إزاي إنها محاولة أيضا لوصول لهدنة طويلة ويديها وقف إطلاق النار. نعم، طيب دكتورة نهى، يمكن كانت هناك جهود على المستوى الدبلوماسي في خلال الأيام القليلة الماضية طبعا، وكانت هناك زيارات لوفود من حماس، وكانت هناك لقاءات، يعني إلى أي مدى سوف تنجح بإذن الله هذه الجهود في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهل بالفعل يعني هناك يعني نواحي إيجابية في هذه المفاوضات، أم أن الوضع كما هو يعني ليس هناك حل؟ يعني نتمنى أن لا تكون يعني مصر قدمت ورقة ممتازة الحقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية رغم كل تعنتها ورغم كل وقوفها إلى جانب يعني إلى جانب إسرائيل، إلا أنها أيضا تحاول تجد فيها أن لها أن ممكن أن يكون لها صدى وأن تكون بداية لهدنة طويلة يعني من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار. لكن الحقيقة إحنا كمان قدام جانب إسرائيلي متعنت، قدام وضع إسرائيلي يعلم نتنياهو إن في استمرار هذه الحرب نجاته من المحاسبة ونجاته من التقصير الذي حدث من قبل يعني الجهاز التنفيذي والجهاز الأمني في إسرائيل. أيضا هناك من يحاولون في إسرائيل أن يستفيدوا من ذلك، ورأينا كيف إن إسرائيل وهي الدولة المعتدية تحاول أن تعظم من خسائرها حتى تحصل على مساعدات، وشفنا المساعدات اللي حصلت عليها بالفعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في مقابل ذلك علينا أننا يعني أيضا نضع في الحسبان الضغط العالمي سواء من المجتمع المدني أو من الدول المعتدلة. لا يعني إحنا شفنا أن بعض الدول الأوروبية غيرت من موقفها زي مصر زي فرنسا وزي أسبانيا، شفنا المجتمع المدني والمظاهرات والتظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من قبل الطلبة. طبعا يعني مهم ان هذه الضغوط تستمر من المجتمع المدني العالمي ومن يعني بعض الدول الاوروبيه للاسف وكثير من الدول وكل الدول العربيه والدول الاسلاميه، مهم استمرار ذلك، ومهم ان يكون معدي، وان ايضا يعني
تتبناه الدول الجديدة أو يرتاد زخم من قبل المظاهرات التي تحدث. كثير من المظاهرات التي تحدث هي من الشباب، وإحنا عندنا هنا مشكلة، وهو أن حضرتك عارف أنه في أجازات دراسية بحكم الأجازة الصيفية، فده ممكن يقلل من الزخم من قبل يعني الضغط على من المجتمع المدني أو من الشباب على الدول. المظاهرات دي في أمريكا بتحصل من الجامعات، شفنا يعني يعني يمكن امبارح تابعنا مظاهره في برلين في المانيا، وكانت مشاركه فيها العديد من الجاليات، حتى الجاليات التي يعني لا تحمل جنسيات عربيه مثل الجاليه الايرلنديه والهولنديه، يعني شفنا العديد من الجاليات تشارك يوم امس في هذه المظاهره. وده اللي انا اقصده بالعدوى، لان احنا عارفين انه في برلين موقف الالماني المتوافق مع الموقف الاسرائيلي، فهنا بدء الضغط في المانيا مهم، والمهم مش بس اللي بيحصل، المهم استمرار المقاطعات لبعض الشركات التي يعني تحاول تساعد اسرائيل او تقدم المساعدات لاسرائيل. كل دوت، بس الحقيقه انه فكره المقاطعات او المظاهرات المجتمع المدني بتؤثر فقط اذا كان في استمراريه، اذا كان في زياده في الزخم، واذا كان لها تاثير في الانتخابات. واحنا عارفين انه يعني حكومة بايدن والشباب متوقع انه في نسبة يعني هتتأثر بالانتخابات الامريكية الرئاسية القادمة، ولكن للأسف ايضا يعني اما اذا ذهبت الاصوات للجمهوريين لن يكون الوضع احسن حالا في مساندة اسرائيل، ولكن قد يكون هناك احجام عن التصويت. نعم. طيب نقطة أخرى أحب أسرها مع حضرتك يا دكتورة نهى، وهي أني يمكن كان نتنياهو أيامه السياسية كانت شرفت على الانتهاء، ولكن بعد الهجمة الإيرانية بالمسيرات والصواريخ كما تعلمين يعني تغير الموقف. هل تعتقدي أن نتنياهو مستمر في العملية السياسية الإسرائيلية حتى بالنسبة للداخل أو الرأي العام الإسرائيلي الداخلي؟ يعني لو يعني انا في بدايه كلامي قلت انه 7 اكتوبر كان ايضا طوق نجاح لنتنياهو وحكومته. طبعا زي ما في اصوات بتؤكد على اهميه الاستمرار في هذه الحرب وفي اسرائيل، وفي اصوات بتؤكد على طبعا الرهائن، وضع الرهائن ده بالنسبه للاسرائيليين مهم جدا، وزويهم يقوموا بالضغط. ولكن عاده لا تتغير الحكومات وقت الحروب، يعني رغم الانقسامات الشديدة التي داخل إسرائيل، وهناك من يرى أن يعني المأساة الإنسانية، ما هو برضو الإسرائيليين دول برضو بشر وبيشوفوا على وسائل التواصل الاجتماعي وعندهم تخوف، لأنه الحرب يوم ما هتنتهي ويوم ما يحصل وقف إطلاق النار، الحقيقة اليوم التالي أو ما نسميه the day after، هناك كثير من العمل حتى يعني يتم ترميم نفسية كل من عاصر ذلك، كل يعني فهم يعلمون ان الحرب وهذا الكم من العنف الغاشم، هي دي مش حرب بجيوش، دي حرب اباده جماعيه، فاحنا عندنا هيطلع اجيال متاثره نفسيا، وكل الجهود اللي اتعملت للتقريب سواء عن طريق انه يبقى فيه يعني تطبيع بين مع بعض الدول، سواء كان انه يبقى فيه تحييد للغضب، ايجاد حل دولتين، كل دوت ده بيتم يعني بيبقى أصعب، لأن كم الـ يعني ما تم إراقته من دماء بيصعب دائما. إن ففي بعض الإسرائيليين شايفين نتيجة إنه نتيجة مش بس في الحرب الدائرة ديت، لكن نتيجة ما بعد ذلك وترميم أي علاقة مع العرب هيكون صعب. نعم. طيب دكتورة نهى، يعني أخيرا تهديد إسرائيلي بالاجتياح البري لرفح الفلسطينية، سواء تم الاتفاق مع حماس أم لم يتم الاتفاق، ويمكن هذا يعني تبعناه يوم أمس أيضا تصريحات إسرائيلية، يعني كيف تابعت هذا التصريح؟ يعني ده حمق سياسي من الجانب الإسرائيلي، وللأسف هو أيضا كارت يلعب به نتنياهو. نتنياهو يدعي أمام شعبه أنه سيقوم بهذا الاجتياح للقضاء على حماس. للأسف إنه يعني إنه سيكون هناك يعني مات حمساوي وسيكون سيولد حمساوي آخر بغضب أكبر. فما فيش فكرة بيتم إبادته، الفكرة بيتم إبادته بإنه ببساطة شديدة تستطيع أن تصل إلى هذا الفكر، وتستطيع أن تجد أرض وسط، مش هنقول أرض وسط يعني، لكن على الأقل لازم يبقى في أرض
وحل واتفق العالم على حل الدولتين هو الحل الأمثل. وطبعا احنا ما بنتكلم على حل الدولتين بنقول انه والله حتى لو في مستوطنات في مناطق معينة تتشال، زي اللي ببساطة شديدة ما ينفعش اننا نقسم ارض وانا وفي جهة من الجهتين واخدة اغلب الارض ديت ومستهلكة المياه الجوفية بتاعتها كلها، فانت هتسيب ايه للفلسطينيين عشان يتقسم ويتعمل منه حل الدولتين؟ فحل الدولتين هنا احنا بنتكلم على حل دولتين عادل، اي حل دولتين كمان، لانه وده اللي الرئيس الحقيقه السيسي بيقوله في كل اجتماع في الجمعيه العامه، لكن للاسف يعني صوت الحكمه ما حدش بيسمعه. لو نتذكر انه منذ يعني بعد تولي الرئيس في كل اجتماع يذهب له للجمعيه العامه في الامم المتحده امام 193 دوله بيخاطب العالم كله وبيقول جزء عن انه القضيه الفلسطينيه حلها هو لامن العالم كله والامن الفلسطينيين والاسرائيليين، وحتى يعني في كل مره بيخرج عن النص وبيوجه رساله للفلسطينيين وللاسرائيليين اهميه حل والحل على اساس حل الدولتين، لكن للاسف صوت الحكمه بيختفي، وللاسف الناس بتتكلم على ما بعد 7 اكتوبر، لا القضيه بعد 7 اكتوبر، القضيه ابتدت من قبلها بال 48 وان الاوان لحل القضيه، لانه الحقيقه استمرار الوضع على ما هو عليه هو خطر على المنطقه ككل، هو خطر على كل دول اوروبا، كل دول اوروبا اللي في شمال اللي في جنوب البحر الابيض المتوسط، انا اسفه، خطر على المجاري المائيه والتجاره العالميه، احنا شفنا ايران بتعمل ايه وده بيأثر طبعا مش تأثيره حتى على قناه السويس عندنا. فهيأثر على سلاسل الإمداد وهيأثر على اقتصاد العالم ككل، فيعني ما نقدرش نقول إنه ما يحدث تستطيع أن يستمر، وإن كان يعني للأسف أن سمة الحروب أصبحت الآن ما يسمى بالحروب المملة اللي هي الحروب المطولة، وإحنا شفنا الوضع في أوكرانيا وروسيا. يعني هو بصراحة فعلا كلام حضرتك دكتورة نهى، يعني في يمكن نقطة أخيرة حضرتك ذكرتيها، بتقولي إن الحروب بقت أصبحت حروب مملة، يعني الحروب زمان كانت بتبقى أيام أو شهر، لكن إحنا يعني في عصر الحروب التي يعني أتعدى مدها السنة والسنتان، ويعني في حرب روسيا أوكرانيا أعتقد دخل في السنة الثالثة، وإحنا في عصر حروب حضرتك لا تقتصر على الدول التي يعني في حالة الحرب، يعني احنا شفنا حرب اوكرانيا وروسيا تأثيرها على اقتصاد العالم وعلى القمح وعلى حاجات كتير، برضو اللي بيحدث في فلسطين بيأثر على العالم ككل، وللأسف هو بيدي مشروعية لإيران انها تقوم بما تقوم به تحت مسمى القضية الفلسطينية وعن طريق الحوثيين وغيره، يعني احنا هنا وده طبعا اللي بيساهم في عدم الاستقرار في المنطقة اللي هي دائما بتعاني من مشكلات على المدى يعني البعيد. احنا بنشكر حضرتك الشكر الجزيل الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، متحدثة هاتفيا لقناة إكسترا نيوز.